هل يمكن لكائنات أخرى أن تعيش بيننا في أبعاد أخرى؟ هذا مفهوم مثير للاهتمام إلى حد ما، وفي حين لا يوجد دليل ملموس يدعم هذا الادعاء، تشير بعض النظريات إلى احتمال وجود أكوان موازية أو أبعاد بديلة لا نعرفها. تشير إحدى النظريات إلى إمكانية وجود أكوان متعددة ولكل منها مجموعته الخاصة من القوانين والأبعاد الفيزيائية. ستوجد هذه الأكوان جنبا إلى جنب مع عالمنا، ومن المحتمل أن تحتوي على أشكال أخرى من الحياة تتكيف مع بيئاتها الخاصة. وفي بعض نظريات الكون المتعدد يعتقد أن الأبعاد الإضافية هي مصدر الطاقة التي تحرك توسع الكون، والمعروفة باسم الطاقة المظلمة. أحد الآثار الأخرى للأبعاد الإضافية لنظريات الكون المتعدد هو إمكانية تفسير مشكلة الضبط الدقيق، وهي الضبط الدقيق للثوابت الفيزيائية للكون التي تسمح بوجود الحياة. وفي النظريات ذات الأبعاد الإضافية يمكن أن تختلف الثوابت الفيزيائية في أكوان مختلفة، وربما يكون لكوننا القيم الصحيحة لوجود الحياة. ومرة أخرى، حاليا لا يوجد دليل قاطع على وجود أي نوع من الكائنات التي تعيش بيننا إلا في أبعاد أخرى، لكن هذا لا يعني أنها غير موجودة. ربما ليس لدينا حواس قادرة على رؤية الأبعاد التي يمكن أن توجد فيها كائنات معينة. وبالتالي هل هناك أي طريقة للعثور على دليل على وجود أبعاد أعلى؟ دعونا نرى. أجرى العلماء العديد من التجارب المختلفة في محاولة لاكتشاف أدلة على الأبعاد الأعلى. إحدى هذه التجارب هي مصادم الهدرونات الكبير، وهو معجل للجسيمات يقع في سويسرا. وقد تم استخدام مصادم الهدرونات الكبير للبحث عن أدلة على وجود أبعاد إضافية من خلال البحث عن إنتاج الثقوب السوداء المجهرية، ومع ذلك حتى الآن لم يتم العثور على أي دليل على وجود أبعاد إضافية. تجربة أخرى هي مطياف ألفا المغناطيسي، وهو كاشف فيزياء الجسيمات الموجود في محطة الفضاء الدولية. وقد تم استخدام مقياس الدعم الكلي للبحث عن أدلة على المادة المظلمة والتي يعتقد أنها موجودة في أبعاد أعلى. وقد قام علماء الكونيات أيضا بدراسة الكون في محاولة لاكتشاف أدلة على وجود أبعاد أعلى. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال دراسة الخلفية الكونية الميكروية، وهي الإشعاع المتبقي من الانفجار الكبير. ومن خلال تحليل الإشعاع يستطيع علماء الكونيات البحث عن الأنماط التي قد تكون ناجمة عن تأثير الأبعاد الأعلى. هناك طريقة أخرى يبحث بها علماء الكونيات عن أدلة على الأبعاد الأعلى، وهي دراسة توزيع المجرات في الكون. إذا كانت هناك أبعاد إضافية، فمن الممكن أن تتسرب الجاذبية، مما يجعل توزيع المجرات يبدو مختلفا عما هو عليه في الكون ذو الأبعاد الثلاثة فقط. وأخيرا، للأسف ليس لدينا الجواب النهائي عن عدد الأبعاد الموجودة في الكون، على الأقل ليس مع الدليل الواضح أو أي نوع من الأدلة في هذا الشأن. باختصار، إن استكشاف الأبعاد في الكون هو جهد متعدد الطبقات يمر عبر الفيزياء النظرية والمفاهيم التأملية في الخيال العلمي، من الفهم التأسيسي للأبعاد المكانية والزمانية إلى النظريات المعقدة لنظرية الأوتار وما بعدها. يعد مفهوم الأبعاد بمثابة حجر الأساس في بحثنا لفهم طبيعة الواقع.